هي قالت المعلومه ديت، قالت لي والله اني اتجوز بس احنا مش مدينا هتعملها نتجوز نقتله. اعزائي متابعينا، متابعينا هون المصريه من في مدينه ابو دشته شيشه التابعه لمركز بلقاس بمحافظه اد اهليه، اللي شهدت واقعه تدمي لها القلوب وهي مقتل اب على يد ابنته بمساعده خطيبها. جينا لاسره الاب المكلومه على اخوها، ويعني كان لنا لقاء معاهم. يعني الواقعه كانت يعني شديده جدا، وكانت غريبه على المجتمع المصري ان البنت يتيمة وان الاب يعني يلقى مصرعه بهذا المنظر البشع على يد بنته وزوجها وخطيبها، والبنت هي تعدى عمرها 15 سنة. كلمينا، عرفتي ازاي والواقعة كانت بدايتها ايه؟ تاني يوم اختفائه عرسها جه هو ومرات ابوه، رحت لقيتهم في دار قريب الصبح، فابن عمي واقف بره. انا قايله لابن عمي من زمان انا مش عارفه ليه حاسه اللي منه هتموت ابوها، موت اشرف اخويا يبقى على ايد منه وخاطبها. انا من 3 شهور قايله الكلام ده، عندي احساس بكده. فابن عمي واقف بره وعمال يبص على توك توك محمد، فلقى نقطتين دم على التوك توك. اما ناديلي بعيد عن الناس، دار قريب كانت مليانة ناس جاني يشوفونا لا انا ولا لا. نعم انا ده بعيد، وقال لي خدي تليفونك لاني تليفون وزراير، خدي تليفونك وروحي صوري في دم على التوك توك نقط. قلت له معقوله يكون دي دم اخويا؟ قام قال لي برضه صوريها احتياطي لان احنا شاكين فيه. على ما خدت التليفون وطلعت، يعني هو خدني بره على جوه في البيت من الجهه الثانيه. على ما جيت كده جاري عشان اصور، لقيت الواد خد التوك توك ماشي. محمد راح فين؟ قال ده جاله شغل وراه. لما لقى ابن عمه واخد باله، اني لما لقيت كده قلت له انا هطلع بلغ. جلابيته كان عليها دم. جلابيته انا لقيت عليها دم بعد ما جيت من النيابه بالليل. يعني انت ركبت التوك توك الفتره اللي كنا بنجري عشان نجيب اشرف، وانتوا ما تعرفوش ان ده دم اخوك. لما قلت لحضرتك ان احنا جرينا عشان نشوف اشرف عند الفخوره، وهو ركبني في التوك توك انا وجوز اختي وابني. الجلابيه بتاعتي انا لابسها وما شفتهاش الا بعد ما جيت من النيابه. انا بقى لها الساعه 4 الفجر، بقى لي 3 ايام ما نمتش. كان في خلافات سابقه بين الخطيب والاب وبين البنت وابوها؟ ما فيش اب في الدنيا بيغسل هدوم بنت الداخليه، ما حصلتش في التاريخ. كان بيغسل هدوم يعني، ولا ما تعمليش حاجه انا اللي اعملها. يعني كان بيحبها، ما يخلش يخلي بنفسها حاجه. كوتشات 10، كوتشات دوت عندها 10، مكياجات. ممكن صورته، صورها، مكياجات. دي صوره الاب والام الله يرحمها ام البنت. يعني والاب اللي قتل على يد الابنه الله يرحمهم. يعني جريمه بشعه جدا، جريمه بشعه جدا جدا جدا. وهو كان محافظ على البنت بعد موت الام، وكان حنين عليها. خش جوه تلاقي مكياجات مديها السراحه. يعني اني ما عملهاش مع بنتي بالطريقه دي، يعني ممكن اقول ايه ده مش بالطريقه دي. يعني دي صورته برضو الله يرحمه. صور له، دي صور له في لبنان. ناس كتير قوي سالناهم، يعني شهدوا بحسن سمعه الاب، وان الاب يعني كان على خلق وكان دايما حنين على بنته، وكان دايما على جنبنا دكان بقاله هو بعد البيت ده. سالي الست دي تقول لك كان بيقوم كل يوم الصبح يجي ياخد لها شنطه شيبسيات وكراتات، ويقول لها هاتي الشيبس والكراتات بتاع منه كل يوم. تفتكري سبب الجريمه ده ايه؟ يعني بنت عندها 15 طمع، لان البيت متسجل باسم البنت وهم عارفين من البدايه. الموضوع كان موضوع طمع. اخويا كان مصاحب ابو العريس، اخويا يعني كان مصاحبه، فبقول له وهي البنت الوحيده، مراتك توفت، انت بنتك ديت يعني عامل لها حاجه؟ قال له ايوه انا مسجل البنت، العقد مراتي قبل ما تموت خدت نضتنا على العقد وسجلته باسم بنتي في المحكمه، ان البيت ده مع اخواتي ما يورثوش فيه، يبقى بتاع بنتي. بس بعد الوفاه احنا مبسوطين مش زعلانين ان هو عامل لها حاجه عشان تفتكره بالرحمه. وصل اخواته مش حتى لو هو هي عاوزه تتجوز هو معوش، احنا هنساعده. خطيبها بقى لما سمع في هذا الامر اتفق مع البنت. طمع عشان كان في 100,000 جنيه وديعه في البنك اخويا قال عليها، طمع عشان قالوا البيت متسجل باسمه. بعدها بشهر اللي انا جاي اتقدم لبنت اخويا، بعدها بشهر انا جاي اتقدم لبنت اخويا في المركز وانا واخدها في حضني وفلوس اخويا في صدرها، حطهم بواكب صدرها 36. هي طبعا لما هتتخلص من ابوها كل ده هيكون ليها، لانها البنت الوحيده، الفلوس والبيت، وكمان هتتجوز بسرعه لان باباها كان رافض زواجها وهي صغيره لما يتم ال 18. انها توصل لسن يعني بس احنا كنا القانون قاطر عليه، لان هو هيجيب لها حاجتها الشهر الجاي لادوات الكهرباء
الكهربائيه لان اخويا ده عنده بنت يا احمد واخويا واحد ثاني عنده بنت اشرف دي كانوا ثلاثه متفقين بعد شهر هيروحوا الثلاثه يجيبوا بقيه الادوات الكهربائيه بتاعت يعني كان خلاص يعني الامر يعني عمليه وقت والبنت كانت جهازها هيكمل وفي نفس الوقت كانت الصوره لما انا جبت الفلوس من البنك واديتها لاخويا في نفس اليوم العصر صورت بالفلوس بال 100000 جنيه كان بيدي لها كل حاجه لما انا اديت لها الفلوس اتصور بال 100000 جنيه كان في صوره ثانيه مسحتها وكان في مكالمه على الواتس بتقول النهارده عيد ميلادي واسعد يوم عندي وهجيب تورته يوم ما موتت ابوها وهنا فيديو هوريه لك بتتمكي ممكن شفتيه على الانترنت ماسكه صورتها وهي بتعمل ومبسوطه دي يعني ما بكتش ما حزنتش يا استاذه ده مش يا استاذه ده مش عميل وحده ده اليوم اللي قتلت ابوها فيه وطبعا انتوا كلكم كنتوا بتدوروا عليه وملهوفين قاعده مع عمها واحنا بندور بالليل بعد ما قتلت كانت بتتمكش ومبسوطه يعني فعلا لو ابويا غايب انا هبقى قلقانه دي مش منظر واحده هي كانت قاعده جنبي في المركز مش بتقول لي يا ترى ابويا لو جرى له حاجه يجرى له كده لا انا خايفه يا عمي لما عرفتي الواقعه البشعه دي انا ما عرفتش لما شفت الملايين هم ما يعرفوش اصلا مين قتله انا ماني اتعرفت على الملايين بتاعته الوحيده اللي عرفت لما رحنا النيابه ياخدوا اقوامنا وطلعتوا الجثمان شفتي بقى الملايين قالوا لي ابن عمي قال لي قلت لهم عملنا هدوم الدواء في البيت جم جابوها من الدولاب عندي فرصه الامل يعني انت يا حبيبتي اللي اكتشفتي ان الملايه اللي اخوكي لقوه فيها هي نفس ملايه ليها نسخه ثانيه موجوده في البيت لا مش على نسخه انا اللي مطبقه الملايات دي بايدي وعينها في دولابه لما جه اتجوز فانت عارفه بقى ان دي بتاعتكم دي بتاعت مراته لان مراته اللي ماتت دي كانت ثاني وهي قريبين من بعض خالص كانت مديها لي كمان ملايه منهم فقلت خلاص لا الملايه دي طالعه من البيت دي بتاعت البيت دي بتاعت اخويا ابن عمي لما خش خد اقواله كلهم ما ادوهمش ولا شافوا حاجه فابن عمه طلع وبقول له كان شكله قال لي كان ملفوف ملايه وعامل لان ودي مع البوكس اللي طلعوه طب الملايات دي فين قال لي جوه قلت له طب عشان خاطري قول لرئيس المباحث اخش اشوف يمكن اتعرف على الملايات يمكن يكون من بتوع المناطق جنبنا لان انا بروح باجي الناس بتشوف الملايات ده ممكن فخشيت طلع لي الملايات والاربط اللي اخويا متربط بيها مجرد ما شفت الملايات لان الملايات دي اتربط اللي كان لونها لبني من كتر الغسيل ابيضت واللي كان لونها اخضر ابيضت وانا اللي مطبقه معاناه ما عارفه القنار من تحت رسومات عليها كانت ايه لقيت الملايات دي بتاعت اخويا بتاعت زوجته اللي هي ام منى اللي توفت قلت له دي ملايات اخويا من قلب بيته دي ملايات اخويا ملايات الام دي ملايات الام اللي ايوه ام البنت المباحث ام البنت وابوها يعني بعد ما الام توفت هو تولى رعايتها واهتم بيها قال لي واحد من بيعمل كده انا نفسي قال لي طب الميلاد دي من بيته دي برضه دليل قلت له ميلاده من بيته تبقى بنته عريس قال لي دي دليل مش كافي هتعرفي إيه حاجه ثانيه قلت لهم بيته قرات ونص كاتبه ومسجله في المحكمه باسمها بعد وفاته مش مكتوب ليها كده لا لبعد وفاته من اللي له يد يورثه من اللي له يد عايز يتخلص منه وكان معاه فلوس وعينه الجوازه هتبقى بعد 3 سنين على السن القانوني اعمامها بقى هيلموا وبعد ما موتوه اعترفت في المباحث ان هي سرقه 36000 جنيه من باباها ولما عرضوهم على النيابه والولد انضرب قال انا اللي معايا الفلوس ولسه معايا منها 24000 جنيه متحرزين فخدت المحكمه واتصل علينا المحامي وقال لنا الكلام ده امبارح طب ال 12000 جنيه فين؟ قال لك ال 12000 جنيه صرفتهم بنته مجرد ما جت لا اله الا الله بنته مجرد ما جات وخد اقوالها تطالبوا بكلمه لابن عمها طلب بالقصاص الاعدام للاثنين ان ما كانش في اعدام للاثنين يبقى ما فيش عدل في الدنيا عند مفيش عدل بتاعت الشوامي لان من قتل يقتل ولما بنت تعمل في ابوها كده تتعدم تتعدم ليه في نارنا تتعدم امين الشرطه اللي انا قلت له اشمعنى لما مين جات لما مين جات تاخد اقوالها زي ما زلنا داخل منزل الاسره المكلومه على ابنها الاب الذي قتل على يد ابنته في يعني في جريمه بشعه جدا تدمى لها القلوب انت تقربي للاب ايه وصبر مين ابو ابن عمتي تعرفي ايه عن الواقع اعرف اللي هو اشرف كان بني ادم محترم اعرف اللي هو عمره في حياته ما ظلم حد من الجامع للبيت لشغله لفقط لغايه لعمره في حياته زعلي ولا عمره ظلمني ولا عمره قال لك كلمه وحشه اللي انت تمسكيه تقتليه انت كلب زيك كلب زيك ما كانش يستاهل كل ده ما كانش يستاهل هو ياخد خبط على دماغه ما كانش يستاهل هو ياخد خبطه هنا ياخد خبطه هنا وفي جنبه تعالوا طب حرام يدفنوه في جزم ليات ويمسكوه يربطوه من كل حته فيه ويرموه في البحر دي عدل ربنا
عبد ربنا. كان في خلافات بين البنت وابوها؟ مفيش والله ما في، اقسمت بالله ما في، مفيش خلافات نهائي. كان بنيجي نقعد مع بعض كلتنا نقعد، مفيش خلافات. اب وبنته خايف عليها، عايزه تخش في السن القانوني. هي سنها كان 15 سنه وهو كان عايزها تنتظر لما توصل ال 18. عشان انت بتشوف اللي بيخش النهارده عرفي ما بيعرفش ياخد حقه، لو اتطلق الورق بيتقطع، لو حبلت ما بتعرفش تكتبه. طيب انت فسري الجريمه دي بايه؟ ايه اللي ورا ان هي يدفع بنت تقتل ابوها وتساعد عشان يعني الدار، عشان الورث، عشان الورث، لانه هو كاتب لها الدار باسمها اللي بعد ما ماتوا. كل دي من سبب الدار باسمها اللي بعد ما ماتوا. هو كان معرفها ان هي بعد ما يموت كل ده يكون ليها، كان ممسكها كل حاجه في ايدها، فلوس في ايدها، كل حاجه في ايدها. لما خد حقهم في الدار الثانيه مسكوا لها في ايدها، ما كانش ماخد جنيه في ايده، هو ميت مقتول ليها صور وهي شايله فلوس وفرحانه. هو شايله ايده 300 جنيه. ايوه في صوره لا اوبن مايك 300 جنيه على ايدها مصوره بيها في المركز وفرحانه بيها، كل حاجه في ايدها فرحانه ان هي طبعا قتلت باباها. يعني عايزه اكتر من كده؟ تطلبوا بايه؟ بنطلب بالاعدام لهم الاثنين، تبقى عبره لكل بنت تعمل في والدها كده. كل بنت هتعمل كده، لو قالوا قاصر هيتعمل في باباها كده، تقول ايه يعني احداث وهطلع النار الفالو تبرد بالاعدام. ربنا يصبرك. بيعتب الليله ده هيقابل بكره. ربنا يصبرك. لان ابني ما كانش يستحق كده. ربنا يصبرك. من بنته. ربنا يصبرك. جريمة يهتز لها القلب. يعني ان بنت تقتل باباها. على باباها وهي قاعدة جنبي مني وتقول لي عمته والله ورحمة امي ما قال لها الازد ما راح يعمل شاشة. وهي قتلاه وقاعدة جنبي مني. هي وعرسها متفقين على هذه. راح موته. اتصل عليها خدت له شنطة بالملاية وتدينها وربطه. عايزة ايه تاني؟ ينفع يا جدعان كده؟ عايزه ايه تاني؟ لما بنت تلف باباها في ملايه يبقى هي اللي تكفنه بايدها، يبقى خلفها عشان تكفنه. ليه؟ عمل ايه؟ بتديله جزاته. عمل ايه غدرت به كده؟ بتغذيه بربيتها وعالمها. ينفع وجايب لها العزال ودافع حق المطبخ للنجارين. يعني عمها بيحكي ان كان تقريبا يعني جهازها قرب ينتهي وهم منتظرين يعني بس انها توصل للسن القانوني. واقفه ما توفي السن. ينفع؟ يضرب منها. لا ترضي يعني دين ولا ترضي مجتمع وجهان الجريمه من بشاعتها هزت المجتمع المصري بصراحه. ابشع جريمه انا شفتها ان بنت تقتل والدها تتفق على باباها. اللي كان يا ماما جيت منه اب ومنه ام. هنا عليك ابوك تعمل في كده. انا عايزاك تخش الفرن بس عند حاجتها بس. تعالي بس كده حضرتك، تعالي بس كده. احنا دلوقتي داخلين اوضه البنت يعني نشوف حجم رعايه الاب ليها واهتمامه باحتياجاتها. يعني لان حضرتك دي اجهزه اللي باباها جايبها لها، هل ما كانش ناوي يجوزها؟ ده تجهيز الاب للبنت. يعني هي عندها 15 سنه. أيوة. فقال في خلال الفتره دي انا اجهزها كان واكمل جهازها. يعني هو كان حضرتك بينام هنا ماشي وسايب لها الاوضه دي علشان يعني تبقى ايه خلال الفتره دي يتم تجهيزها بالكامل علشان تتجوز في السن القانوني ويضمن لها حقوقها، لان البنت يتيمه امها ماتت. ده خشب مطبخ. شفتي؟ ده خشب المطبخ اللي كان ناوي يطلعها احلى عروسه في الدنيا. هنا مكياجاتها شوفي، عمر ما عز عنها حاجه. اهتم بيها ورعاها بعد موت والدتها رعايه كامله. شفت حضرتك؟ دي اوضه البنت. جايب لها الفساتين ان هي تحضر سهرات مع في افراح، تطلب الحاجه من باباها، مش عازز عنها حاجه. اتفرجي يا ست الكل على مكياجات. ايه شفت دي؟ هي كانت بتقول لك النهارده فرحي، النهارده فرحي، فرح امها. ايه فعلا كان فرح ابوها. اتفرجي اتفرجي. يعني شفت المكياجات؟ شفت المكياجات؟ الناس ممكن تتخيل. هل ده ما كانش هيجوز بنت؟ تعالي كده. شفت دمى يا ست الكل؟ شفت دمى اللي هي كانت عايشه شفت دمى؟ كل ده جديد اشرف جايبه. كل ده حاجتها. اللي بتقول لك النهارده كده بتطلع لهم في ادم صعبة جدا جدا. احنا شفنا دلوقتي معاكم غرفة البنت اللي كل المستلزمات اللي ممكن تكون محتاجاها بنت.
كان بيصلي وعارف ربنا، ما كانش بيسيب ولا فرض، كان بيدي ربنا حقه. لو وراه مد شغل لازم يروح يدي ربنا حقه. اشرف اسال الدنيا كلها عن اشرف، ادبه واخلاقه. لو كان في ايده الشغل كان بيجري على الجامع جنبنا هو. كان في ايده الشغل كان بيجري على الجامع، ما كانش بيسيب ولا فرض. كلمه بصي لفظ وسخ ما بيقولوش، لفظ وسخ ما بيقولوش. الغرفه بتاعتها تقريبا فيها من كل حاجه، يقول لك يعني فيها مكياجات، فساتين سواري، فساتين خروج. يعني هو مش اب جاحد وما كانش قاسي عليها، هو عامل لها كالاب وكالاب وكل حاجه. هو اللي كان بيجي من شغله يطبخ ويغسل ويعمل، وهي ما كانتش بتعمل اي حاجه. لان عامل منا دي حاجه تانية، وكان مخليها حاجه تانية. هو عشان هي يتيمه، عشان هي امها ماتت، فهو مهتم بيها. مش محسسها ان امها ماتت، ما حسسهاش. كان بيجي من شغله جايب الاكل في ايده وهو جاي، عشان ايه؟ هي كل حياته منا. ده مش جزاته ان هي تقتله، تتقتل على ايد باباها. احنا شايفين القريه كلها حزينه عليه، القريه كلها حزينه عليه. الحكم العادل بالاعدام للاثنين، مش لنفر واحد، للاثنين. زي ما حرقوا قلبنا يتحكم لهم بالاعدام، الاثنين عشان نار الولع، عشان نار الولع يا ولد قلبي، عشان تكسر يا ولد قلبي. ربنا يصبر قلبك، ربنا يصبر قلبك. البلد فعلا كلها حزينه عليه. زي ما احنا شفنا يعني في قريه ابو تشيش، في مركز بلقيس، محافظه الداخليه، البلد كلها حزينه عليه، البلد كلها حزينة عليه. يعني بتطلبوا بإيه؟ بنطالب بالإعدام. لو وريتك الصور بالإعدام. بس الناس بتقول البنت لسه صغيرة. منا صغيرة؟ صغيرة فعلا. صغيرة أم 15 سنة، وعارفة الحب وعارفة الحبل وعارفة الولاد وعارفة المقابلات وعارفة كل حاجة، تبقى مش صغيرة. 15 سنة نزلت عليها تدور، تبقى مش صغيرة، تبقى عارفة كل حاجة. وفي المعهد بتاع المعهد الإعدادي، وعارفة كل حاجة، عارف ايه وايه وايه. يبقى تدليتي لتابوها ايه؟ ما افتكرتلوش اي حاجة حلوة اعملها لها ازاي؟ يعني احنا كنا الوقت في غرفة البنت، غرفة البنت فيها من كل شيء حلو، كل حاجة حلوة. يعني ما كانش مثلا بيحرمها بقاطع، لا مش مصر في حاجة. عمره عمره ما عايز يكون فيها هي وعريس. كنت توقعوا حاجة زي كده؟ عمرنا. انت عارفة ايه لو طلعت فيها كده براءة ورحت لها زي ما انتوا بتقولوا؟ كل بنت هتموت ابا وامها. شفت منه ما تحكمتش، والاعدام معقول عليه. الاعدام معقول على هما الاثنين. المفروض يقفوا كده اهو ويطلع من لحمهم بالسكينه عشان يبقى موعظه للكل. اعزائي متابعينا، لو كفر والله لو كفر ما كانت تعمل فواكد. اعزائي متابعينا، متابعي النهار المصريه في كل مكان، في قريه ابو شيشه تبع مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اللي شهدت جريمة بشعة أدمت القلوب، هزت المجتمع. بنت أهدمت على هز البلد كلها باباها بمساعدة خطيبها، وتجردت من كل المشاعر اللي ممكن تحملها بنت لأبوها. البنت باباها والدتها توفت وهي في سنها صغيرة، باباها اهتم بيها ورعاها، تقريبا كان بيحاول يكمل جهازها، كتب لها حاجات كتير جدا جدا على اساس ان هو لو توفى ان كل حاجه، هي بنته الوحيده، ان هي ما تحتاجش حاجه من حد. وطلبت اسرتها والله معقول عليهم للاعدام. يعني هم فضلوا يقطعوا في صورها وهي صغيره. حضرتك في بيت ده اب كان حارم بنته من صغرها؟ لا 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 لا، ما تقولش اشرف. ده اب كان حارم بنت من صغرها؟ انا شفت الغرفة بتاعتها فيها كل اللي تحتاجه بنت في سنها، يعني من مكياج، من فساتين سواري، من فساتين. ده انا بلاقي مكياجات ما بتجيش لواحدة متجوزة. ما انا شايفاها. حرامها من ايه؟ مدلعه من صغرها، من صغرها حضرتك، وهي مدلعه. لو ربك كان كافره كانت مدلعه من صغرها. دلع دلع ما فيش بعد. الكل مصدوم لان البنت ما تهزتش. اثر في ايه؟ ما تهزتش مشاعرها وهي بتقتلني. اثر في ايه حضرتك؟ اثر
اثر في ما بعدش قلبه. البنت اللي قتلت باباها بمساعده خطيبها ولا بعدش له حضرتك ده يعني حتى ما دي بنت اللي دلعها مش أهو. وحش في حقها ده وحش في حقها مش هيبقى كده حضرتك لقيت فستان شبه الفستان ده خد الدفعه لو مش شيبش كنت ما تعرفش عايزه ايه تاني ايوه وغرفتها كمان الثانيه يعني فيها جزء كبير من الجهاز يعني ما حرمهاش من حاجه يعني يا ريت كل الابهات زيه مش نهايته كده يعني تقريبا كل مرحله في عمرها كان حريص ان هو يسعدها حلوه كل لحظه في حياتها عايزه ايه اكتر من كده ربنا يرحمنا برحمه الوالدين من الليله قبل بكره للاثنين عشان نار الولح من هذا للاثنين باذن الله عشان نار والدته يعني في حاله في حالة انهيار كبير جدا ده دي مش متدلعة دي كان صعب في حقها ان تعمل فيه كده ان تبقى نهايته على ايدها من طفلة دي من طفلة الوقت رباها من طفلة اهي لديب انا مربي ديب عايش معايا عشان في الاخر ينهشني انا كنت سميته وما كانش عاش على الدنيا دي ربنا ياخدها ويريحنا منها لو ربك انت كنت مرسي ايوه مين كنت مرسي طبعا يعني مكتوب اسمها واخواتها عارفين ان ده عيب كتبوا باسمها احنا مش زعلانين احنا قلنا له لو ما معكش يعني اديلك فلوس كمان يعني هي بنت الوحيده يعني شوف الحب يعني الحب اللي حبهولها كتب البنت اسمها وهو عايش ايه الجبروت ايه موته بقى اللي بعد ما فتح عشان ناخد البيت ومنعنا الوقت ان احنا نتجوز بعد سنه او اثنين وسرقوا 36,000 جنيه كمان منه يعني خراب من كل جهه انا ربيت افعى موتتني وخربت البيت وان شاء الله تتعدي والله لو ما تعدي يبقى الدوله دي ما فيها عدل لازم تتعدي لازم تتعدي ما يقولوش قاصر ما يقولوش قاصر كل بنت هتعمل في باباها كده لو قالوا قاصر لو قالوا احداث كل بنت هتعمل في باباها كده احنا عايزين قضاء رب العدل القضاء والعدل الاعدام الاهالي واسرته في حاله صدمه كبيره جدا بسبب ان ما كانوش يتخيلوا هذا الاب الحنون الرفيق جدا ويعني اللي منعم بنته ان هي تكون هي الايد اللي تساعد في قتله وتقتله بيطالبوا بالقصاص مش لصغر سنها ولكن لتكون عبره لكل من يعتبر او يفكر ان هو يعني لما طلعنا اخويا من الميه من ايمانه بربنا قوي وبيصلي وما يسيبش ورا فرد علامه الصلاه كانت في وشه نور ووشه كان منور ودفنته اللهم صل على النبي انا مش هقول لك زي دفنه الامام الشعراوي عشان تقولوا ده ان انا ببالغ لا كانت مصوره متذاعه على النت الناس من كترها كانت بتركب فوق بعض في الجامع وفي المكان حتى في المقابر ما كانوش عارفين نوقف الناس كانت حزينه عليه وما جزاء الاحسان الا الاحسان انا احسنت اليك يا كلبه تقتليني ده انا لو مربي كلب ما تعملش فيا كده ده انا لو سيد كلب ماشي ورايا في الشارع هيمشي ورايا ويهز ديله بس في الاخر مش هيموتني مش هيموتني ربنا ينتقم منها بعد ربنا ينتقم منها اعزائي متابعينا نهار المصريه كنا من قريه ابو تشيشه تابعه لمركز بالاسبوع حفظ الدقهليه ويعني كنا بنسجل مع اسره الاب اللي قتل على يد بنته وخطيبها ومطالبه الام ومطالبه اخواته واسرته واهل القريه بالقصاص العادل من هذه البنت وخطيبها. كنا معاكم اعزائي متابعينا النهار وهم بيطالبوا بسرعه القصاص حتى تكون عبره لمن يعتبر ومن يفكر ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى وصى بالوالدين وهي بعد وفاه امها هو يعني رعاها رعايه كامله. غرفتها كانت فيها ما تشتهيه البنات في سنها فساتين سواريه وهدوم جديده ومكياجات وكان مجهز يعني اغلب جهازها نص جهازها فيعني الناس هنا في حاله صدمه رهيبه الجريمه نفسها هزت المجتمع الاهلاوي كله.